لو سمحت، كنت عايزه اسال الشيخ سلامه. انا كنت سافرت دوله من الدول واشتغلت هناك. نعم. وانا اخذت جوزي معايا واشتغلنا، احنا ما كانش عندنا اي حاجه من الفلوس، يعني لا شقه ولا اي حاجه، وتعاوننا مع بعض وجبنا الحمد لله شقه. وانا كده دلوقتي وعندي اولادي، يعني الحمد لله في كليات كويسه، هندسه وطب وجده. فمهم دلوقتي انا في نهايه الخدمه، في نهايه الخدمه لما نزلنا هنا اهوت، انا اديت جوزي فلوس في نهايه الخدمه وعشان يعمل بيها مشروع. هل احنا الحمد لله انا كنت راضيه، وكان هو بيصرف على البيت وكده اهوت، ما كنتش بتكلم في الفلوس، بس في الاخر ان هو اصلا خاني، واكتشفت ان هو كان بيخوني. واخر مره خاني فيها، يعني ده كنت عايزه اسال في الجزئيه ديت، هو عمل كل حاجه مع اللي خاني معاها ما عدا فاحشه، يعني عمل فواحش ما عدا كبيره، زي يعني زي الافلام الاباحيه. فانا دلوقتي هو قال لها انت مراتي قدام ربنا، فانا عايزه اسال في الجزئيه، انت مراتي قدام ربنا، وفي نفس الوقت انا عايزه اسال اذا كان ليا عنده حق في الفلوس ولا لا. وانا يعني انا فوضت امري لله في الموضوع، انا مكمله، انا مش مطلقه، بس انا بشتكي من الشيوخ الازهر. انا لما رحت هناك، انا الشيخ اللي قابلنا لمني كل اللوم وواجهني انا كل الكلام، مع ان انا هو معترف قدامه ان هو اللي خان، هو اللي عمل، وهو اللي بتاع، ووجهني اصل انت مقصره، اصل انت، اصل انت، اصل انت، اصل انت، عقدني. فبامانه يعني هو كان بيقول كمان ان هو يعني ان سيدنا ادم، كنت عايزه اسال في الجزئيه دي، سيدنا ادم عصى ربنا، وان الرجاله شهوتهم زياده، عشان كده ربنا وعدهم بالحور العين. فانا عايزه اسال في الجزئيات دي، فيا ريت سيدنا ادم يقول لي. لا، السؤال الاخير حضرتك بتقولي سيدنا ادم ايه؟ عصى ربنا. سيدنا ادم عصى ربنا، عصى ربنا. يعني انا عصى ربنا، يعني احنا يعني عادي، يعني لما يكون بني ادم يعصي ربنا ويستغفر. وان طيب. الرجاله شهوتهم عاليه، وعشان كده ربنا وعدهم بالحور العين. وعدهم بالحور العين. حاجة انا مكمله. طيب بالنسبه للشقه ست مورين، بالنسبه للشقه اللي انتوا اشتريتوها، يعني كانت بالمشاركه بينكم انتوا الاثنين؟ ولا دي فلوسك انت لوحدك؟ لا، كان بفلوسي. بفلوسك لوحدك؟ بفلوسي انا لوحدي. وهو مش عاوز يديكي الشقه؟ انا مش بتكلم في الشقه. انا لا مش بتكلم في الشقه، انا بتكلم انا في نهايه الخدمه اديته فلوس يشتغل بيها. هو بيصرف علينا منها، بس انا قيمه الفلوس نفسها، هل انا ليا في الشركه ولا ليا في قيمه الفلوس ولا ليا يعني؟ طيب. لا، انا ما كنتش بفكر في الكلام ده الا ما بعد ما عرفت ان هو كان بيخوني كذا مره. طيب يعني اذا هو خد فلوسك وفتح بيها شركه. صح؟ الاتفاق اللي بينك وبينه لما اديتي له الفلوس كان ايه؟ انك شريكه معاه في الشركه ولا بتدي له المال على سبيل القرض؟ لا، انا ما كانش في اتفاق، يعني على اساس ان هو يمشي بيتنا وينفق على البيت وكده هو، ما كانش في اتفاق. تمام. انا كنت مسلمه يعني، انا يبقى اعملوا اتفاق دلوقتي. ما كانش في ماديات، ما كانش ما بيننا. تمام، يبقى اقعدي معاه واعملوا اتفاق. هو اسس مصرق. المشروع، هو اسس المشروع براس المال كله من طرفك؟ تمام. وهو دلوقتي بيصرف عليكم من المشروع ده؟ قال لي ده مجهودي بس قال لي ده مجهودي، وده دي انا اللي عملت وانا اللي عملت. اديله. لا خلاص، ما فيش مشكله. المشروع بقى له قد ايه؟ كام سنه؟ بقى له 20 سنه. طيب، وهو بيدير وبياخد كل الارباح وبيصرف عليكم والباقي في حسابه او في حساب البيت، يعني للبنك، مش كده؟ للبيت. تمام. اديله مقابل إدارة نسبة حسب العرف، حسب كل مشروع، كل مشروع له مقابل إدارة في العرف العام. لو كان صناعة، تجارة، زراعة، معرفش المشروع طبيعته إيه، ياخد مقابل إدارة نسبة في المشروع، وبقية النسبة دي موجودة لرأس المال حسب ما تتفقوا. عايزة تقسميها 50-50 ما فيش مشكلة، تقسميها 60-40، 30-70، 75-25، براحتكم يعني، حسب ما تتفقوا مع بعض. وبكده يبقى انت مالكة في المشروع، مالكة ملكية حقيقية بالنسبة اللي انتوا هتتفقوا عليها، ودي مسألة وانتهينا منها. لكن لو بتسأليني انت ليكي حق في الشركة ولا لا، طبعا لك حق، حسب بقى ايه نوع الشركة والمجهود اللي هو عمله والإدارة اللي هو بيدير بيها، وكسب ولا خسر، دي مسألة أخرى بقى، لكن أنت ليك حق طبعًا.
طيب يعني بغض النظر عن هذه المشكله على وجه التحديد فضيله الشيخ، يعني اذا كان هناك زوج خائن، يعني هل الشرع رغم ان الست ام ابراهيم مش عاوزه تطلق ولا حاجه، ولكن اذا نظرنا الى قضايا اخرى والى امور اخرى، هل الزوج الخائن يعطي للمراه الحق في انها تطلق منه مع الحصول على كامل حقوقها؟ يعني التعبير اللي ذكر ده تعبير كبير قوي. ويحتاج الى لازم ادله شرعيه ويحتاج الى بينه، لابد ان تقوم به بينه. ومع احترامي الشديد للمتصله الكريمه ولطبيعه العلاقه بينها وبين زوجها، نصيحه خاصه يعني مني لحضرتك، لا داعي لاستخدام هذه المصطلحات في وسائل اعلاميه عامه. يعني هذه المصطلحات او هذه الاوصاف ممكن نستخدمها في جلسات خاصه شديده الخصوصيه، مش بس خاصه، ويكون الهدف من الجلسه هو ان احنا يكون الناس اللي موجوده اللي هو حكما من اهله وحكما من اهلها يكونوا امناء على ما سيتم في هذه الجلسات، ويكون الهدف منها هو الصلح بينهم. نعم، ده رقم واحد. نعم، ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم. هذا امر. الامر الثاني، انا احيي هذه السيده الكريمه في الحقيقه، انها يعني رغم فجيعه الصدمه إلا أنها حافظت على تماسك الأسرة. وجزاك الله خيرا وبارك الله فيك، لأنه لا يستطيع كل النساء أن تفعل مثل ما فعلت، وبالتالي أنا أحييك على صبرك وعلى رباطة جأشك وعلى تماسك الأسرة من خلالك. وأقول لك ولنفسي ولكل الناس، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. زوجك ممكن يكون في لحظة ضعف أخطأ، لكن الخطأ ليس خيانة، في فرق كبير قوي بين المصطلحين. فهو أخطأ لأنه بني آدم ضعف، أكيد حضرتك لك أخطاء، أنت كمان، أنا لي أخطاء، حضرتك، كلنا بشر، كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. بس إحنا يجب أن إحنا بقى نعالج الأخطاء دي مع أزواجنا، مع زوجتنا، مع أولادنا، مع زملائنا، أن احنا نفتح لهم باب الأمل وباب التوبة وباب العودة إلى الله سبحانه وتعالى. فكرة هذه الأوصاف شديدة الخطورة للأسف الشديد ممكن تمكن الشيطان من الإنسان، فيتمكن منه الشيطان، فساعتها يبقى إيه؟ يعني يقول لك بقى خلاص، مش فارقة معايا حاجة. فأنا أرجو منك حقيقة، يعني واضح أن أنت يعني متعك الله تعالى بمزيد من الحكمة والعقل، وحب الله سبحانه وتعالى. حافظي على بيتك وحافظي على زوجك، ويعني حاولي أنك تضللي عليه. يا أخوانا، الله تبارك وتعالى من اسمه الستير، والستير يعني اللي بيحب الستر، اللي بيحب الستر بيستر هو على عباده، وبيحب العباد يستروا على بعض. ما فيش الستار بالمناسبة، الستار اللي مش من أسماء الله الحسنى، لكن الستير من أسماء الله الحسنى. فإذا ليه ربنا سمى نفسه كده؟ عشان يقول لنا استروا على بعض. لما جه الرجل للنبي وقال له أنا رأيت، وقال له يا أخي هلا سترتهما بثيابك؟ ما تجيش تكلم بقى تقول أنا شفت وعمل، خلاص بقى إيه. فأنا نصيحتي لحضرتك، احتضني زوجك، ضللي عليه، استري عليه، اقعدي اتكلمي معاه، قول له انا هسامحك، انت عايشه معاه خلاص، بس ادعي ربنا يسامحك، اللي انت عملته ده غلط، وما يرضيش ربنا، ولو مت دلوقتي تبقى ميت على معصيه. ده واجب عليك بالمناسبه، يعني العلاقه الزوجيه توجب عليك ذلك، توجب. ما تبقيش شايفه زوجك بيروح التهلكه وانت مش فارق معاكي بقى، خليه يروح نار جهنم عشان يتشوى فيها ويستاهل. لا، ازاي يستاهل؟ طيب، ده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لحضرتك وبيقول لنا كلنا، يا ايها الذين امنوا، نعم يا رب، قوا انفسكم واهليكم، قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. فعشان كده واجبك انك
تستري على زوجك وتغدي بإيده إلى الله سبحانه وتعالى. هتقولي عملت، اعملي تاني وتالت ورابع وعاشر ومية وخمسين وألف ومليون. لأن يهدي الله بيك زوجك خير لك من الدنيا وما فيها. لا تقولي لي بقى أموال ولا شركات، ده أحلى من أي حاجة في الدنيا كلها. ثلاث أحاديث في الصحيح، خير لك لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها، خير لك مما طلعت عليه الشمس، خير لك من حمر النعم. فعايزة إيه أحسن من كده؟ فخدي زوجك لعل يعني أنك تساعديه على التوبة، ده يكون سبب في دخوله الجنة وياخدك هو معه. طيب فضيلة الشيخ، يعني قد يعني يستمع إلينا الآن مشاهدات فضليات، ولكن يقولوا يعني أنتوا ليه بتتحاملوا على المرأة والزوجة وبتدافعوا عن الراجل، أو مش بتدافع عن الراجل يعني بتحاولوا تستروا على الراجل، بتطلبوا الزوجة أن هي تكون ساترة عليه، ولكن في حين أن الزوجة يعني لا قدر الله وقعت في مثل هذه الأعمال، يعني أولا المجتمع لا يرحمها. من قال هذا؟ فيعني تفضل. من قال هذا؟ بالعكس. نعم. احنا كما ندعو المراه بالستر على زوجها بندعو الرجل ايضا بالستر على زوجته طبعا أيضاً. من قال احنا في عندنا حاجه في الشرع نعم اسمها ان الرجل يطلع يفضح مراته؟ ما فيش الكلام ده. نعم. خالص. ده بالعكس، لو واحد طلع يتكلم عن مراته يقام عليه الحد. الحد عليه. تتكلم عن مراتك؟ ما فيش الكلام ده في الشرع خالص. فلما بنقول ان ربنا بيحب الستر بنقول للرجل وبنقول للمراه. بنقول عايزين نحافظ على الأسرة للرجل وللمرأة، اللي احنا متحاملين على حد ولا بنجامل حد على حساب الشرع. نعم. الشرع نعم. ما فيش فيه مجاملات لأحد. لكن الشرع يدعو إلى الستر عموما حتى مع عدوك بالمناسبة. يعني أنت ممكن تختلف مع عدوك في قضية ما، حد ظلمك، قتلك حد من أهلك، سرق مالك، لا يسمح لك الشرع أبدا أنك ترميه في شرفه، لا هو ولا مراته ولا أخته ولا نفسه. حتى إذا مش كان عدوا أو حتى إذا كان غير عدو. غير مسلم حتى لو كان عدو، ما تطلعش تطلع تقول ده امبارح كان نايم مع مش عارف مين وبيعمل إيه وتطلع تنشر فضايحه. إيه الكلام الفارغ ده؟ هذه ليست نعم. من أخلاق الإسلام. نعم. أنت بينك وبينه عداوة في دم. نعم. خد حقك. نعم. خد حقك بالقضاء، خد حقك بالقوانين، خد حقك بالطرق الشرعية. لكن إيه علاقة أن أنت ترميه بالبهتان نعم. أو تطلع أسراره اللي هو دراها، الا اذا كان هو فاجر بقى مش فارق معاه حاجه، هو نعم بيعلن ده نعم يبقى نعم يغور في داهيه بقى، ده مساله نعم اخرى. لكن هو بيداري نعم وبيعصي ربنا، بيشرب خمره وبتاع نساء بس في الدرة. نعم. انا لا اتتبع عوراته، لان الخلاف اللي بيني وبينه حاجه، وعلاقاته نعم الشخصيه وحياته الشخصيه حاجه ثانيه. جزاك الله كل خير فضيله الشيخ.